هي مريض السرطان. أنا سالي حافظ اللي جيت اليوم على بارك بلون بانك لأخذ وديعة أختي اللي عم بتموت بالمستشفى. أنا لفيت أفاتي تتأكل حدا ولفيت فتت ولي لفيت عمل فتت عمل شيء. أنا فتت أخذ حقي. أعطيها المصرية دولار أعطيها المصرية دولار بسرعة. بنك لبنان والمهجر عم بيعد المصاريف للمودعة إكرام وحافظ. باع المصاري وين؟ 12 مليون وأخذنا قد إيه الدولار؟ ما بعرف أنت كنت حاطط 10,000 وشي. يلا يلا 13,000 تعد انه هيدا السيناريو تعمله انت بنفسك؟ اكيد رح اعمله بنفسي. انا اليوم حابعت انذارات، بكره حابعت انذارات للبنوك شابولي، في حال ما دفعوا لي مصرياتي رح اعملها انا مهما كلفت.